بكم مشاهدينا على نمسا ميديا لنكمل بالمعرفة. السلطات النمساوية أعلنت أنها هتكمل شغلها في دراسة كل طلب لجوء مقدم من الستات الأفغانيات بشكل فردي بعد ما المحكمة الأوروبية أصدرت حكم جديد في الموضوع. الكلام ده قاله المتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنل وكالة الأنباء النمساوية امبارح. وعلى حسب الحكم ده مش لازم يكون في إثبات واضح أو مباشر إن السيدة الأفغانية معرضة للخطر أو الاضطهاد لما ترجع بلدها. كل اللي محتاجينه هو إنها تكون أفغانية ومن جنس السيدات، لكن ده ما يمنعش إنهم هيكملوا في دراسة كل حالة لوحدها. عشان كده المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء هيستمر في التعامل مع كل حالة بطريقته المعتادة زي ما المتحدث وضح. الموضوع ده جاي بعد طلب من المحكمة الإدارية اللي هي محكمة الاستئناف للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وكان بيتكلم عن حالتين لستات حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ في النمسا. الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية ما كانش ليه تأثير كبير عليهم أو على حالتهم الشخصية. أما من ناحية ردود الفعل، حزب الحرية النمساوي هاجم الحكم وبشدة، وقالت بيترا شتيجر عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب إن الستات بيتعرضوا للاضطهاد في الدول اللي بتحكمها أنظمة إسلامية متشددة، لكن مش منطقي إن ده يدي حق اللجوء لكل الستات الأفغانيات بشكل عام. وقالت إن المحكمة الأوروبية كده بتعطل سياسة لجوء صارمة اللي بتتفق مع فكرة الحماية في أقرب بلد آمن. في المقابل، النائبة الأوروبية عن الحزب الاشتراكي إليزابيث أوسمان شايفة أن الحكم ده خطوة كبيرة في حقوق المرأة على مستوى العالم، وبيبعت رسالة ضد الهياكل اللي بتضطهد الستات في بلاد زي أفغانستان، وأن خطوة في الاتجاه الصح علشان يحمي الستات اللي محتاجين حماية. أنتوا إزاي شايفين الحكم ده هيفيد في تطبيق سياسة لجوء تقليدية زي المفروض؟ وهل هو عادل ولا لأ؟ كنت معكم أنا بوسانة سلام، وإلى اللقاء.